في موضوع آخر، يبدو أن المقاطعة أصبحت أداة المغاربة الأولى للتعبير عن احتجاجهم، فبعد أن دشنوا حملات لمقاطعة عدد من الشركات لرفعها أسعار منتجاتها، دشن نشطاء حملة جديدة تهدف إلى مقاطعة مهرجان موازين الغنائي الأضخم بالمغرب تحت عنوان خليه يغني بوحده وخليه يصفر أي يجعله خاويا، وذلك احتجاجا على الميزانية الهائلة التي تنفق في تنظيم المهرجان والأجور الباهظة التي يحصل عليها المغنيون في ظل معاناة كثير من المغاربة من سوء الأوضاع المعيشية. خصنا نضعوا نغى مراكز القرار، الدفع عن خل الحري، الدفع عن خل الانحلال، الدفع عن التفسخ، الدفع عن خصيقان العارية. إلا كانت عجبتك جينيفر لوبيز عارف، راك عارف فين تتعرى سير عندها ما تجيبهاش للمغرب. إلا كانوا عاجبينك اللي كيتعروا، راك عارف فين تيكونوا سير عندهم ما تجيبهمش للمسلمين هنا. أحبابي الكرام، هذا وجب علينا أن نقف عنده وقفات. لماذا؟ لأننا نرى هذا قتل ذاك، قتل ذاك. من يخسديني وورا يخسديني على أن هذا البلد مستقصد، هذا البلد يحسدونه على دينه، هذا البلد يحسدونه على أمنه، هذا البلد يحسدونه على التزامه، هذا البلد يحسدونه على أخلاقه، هذا البلد يحسدونه حتى على ملكه، على أنه ملك ينحاز إلى شعبه. أيها الأحبة في الله، من خلال هذه المعطيات كلها وجب التحذير والتنبيه، وجب أن نصرخ صرخة تحذير وتنبيه، انطلاقا من قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وجب علينا التحذير من مغبة هذا كله، وجب علينا التحذير من باب قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعوكم من هذه الشعارات ودعوكم من هذه الكلمات الرنانة، لقى حرية التعبير، لقى ثقافة. قيمة العدالة والولوج إلى التمويل تضربها جمعية مغرب الثقافات، لأنها تأخذ خيرات هذا البلد لمهرجان برؤيتها وتترك الساحة الثقافية عراء. احنا جايين للبرلمان، آلاف ديال الطلبة وديال المعطلين واقفين، واش هاد الناس اليوم محتاجين للمهرجان؟ واش هاد الناس محتاجين للرقص؟ واش هاد الناس محتاجين للغناء؟ سيد الوزير، المهرجان ما عمره ما كان حل باش نلهيو الشعب. المهرجان كيكون من كتكون الدنيا بخير، الشعب المغربي يعاني من مشاكل، وحنا في البرلمان مسؤوليتنا اننا نبلغوا للحكومه والراي العام اننا نديروا المهمه ديالنا، هو ان الشعب اليوم ما محتاجش المهرجان. شاكيرا وشحال دات المهرجان؟ 7 ملايين في الدقيقه، 7 ملايين في موازين العار. تعرف ضربت 7 مليون في الدقيقة، الدقيقة نتاع شاكيرا تساوي 7 سنين نتاع الفقير وهو يصلي بالناس. دقيقة ب 7 سنين. إلى 7 سنين إلى 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 دارت 7 دقائق 49 عام.
ديال الفقيه هو غادي مع الفجر جاي. سبع دقائق سبع دقائق. هذه الامه هكذا تدير اصحاب القران؟ هكذا تدير اصحاب القران؟ فبهذه الطريقه تهين احنا القران. الرساله الثانيه لوزير الاوقاف. ايها الوزير المحترم، نريد ان نفهم، هل اذا انتقد خطيب مهرجان المجون ومهرجان اللواط تصدرون امرا مفاجئا وقرارا مباغتا بعزله؟ هل هذا ما يحمى به الدين؟ وهذا ما يغير به المنكر؟ موازين، احنا باقي خصنا موازين. وهاد الشركات علاش ما يعملوش مهرجان؟ لا 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 مهرجان موازين، كيفاش يكون مهرجان موازين؟ بناء الشقق الصغيره والسكن الاقتصادي للناس اللي ارامل واليتامى والفقراء ذوي الاحتياجات الخاصه، يكون هاد الفلوس هادو وغتكون شهره، يكون مخصوم على الشهره. مغرب الثقافات هذا مغرب الخير والنجاح والتفركيس. ديك الفلوس هادوك نبنيو بهم شقق للناس اللي ما عندهاش فين تسكن وفقط. اختلت موازينك يا وطني حتى صارت سماؤك تمطر عهرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسماعيل من كازا، كان على المقاطعه ديالي المهرجان موازين، راجل الدل والعارم فساد، خيرنا ما يدي غيرنا خوتي. معكم حسن من مدينه اكادير، انا مقاطع لمهرجان موازين الذي تصرف فيه اموال الشعب، والشعب غارق في البطالة، وأنا مع جميع أنواع المقاطعة التي يخوضها الشعب المغربي. مقاطعين مقاطعين مقاطعين، ونري موازين، نرى كنا داخل هيام بردان، نرى كنا داخل هيام السبيطارات، هيام أغلى مدار. إخواني أخواتي، نحن مقاطعون لهذا البرنامج موازين إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جوج كلمات أخويا. تيضحكوا علينا الصراحة، هاد الله تيضحكوا علينا، تنسيونا بشي حوايج باغي نهضروا عليهم بموازين اخويا. السلام.